يا عسلامة، مرحبا بكم يا جماعة في الحلقة 7 متاعنا من بودكاست أمور تهمنا. معكم المرة هذه رنا عمارة من غاديو مندرة أفام، ووسيم الحمادي زاد كيف كيف من مندرة أفام. وتحضر معنا ضيفتنا مريم بريبري، صاحبة الماركة بريبري. والله حبيت نعرف روحي انا باش نقول من حزب التيار الكهربائي معناها علاش مثلش عملنا لك تقديم واحد اخر. نبداو معاك مريم، ونذكر اللي احنا اليوم باش نحكيو على ثقافة العمل عند الشباب. هل التونسي بصفة عامة خدام وإلا لا؟ هل عنده ثقافة العمل وإلا لا؟ هذا الكل باش تكتشفوه معانا. مريم كما قلت نبدا معاك، هل تويكا بالغوكول ترى لي انت عملت المليح كي مشيت من الحقوق وخذت في المغامرة هذه متاع الماركة والخياطة والبروجي؟ احكينا ساعة على ذكر ثقافة العمل حتى نعرفوا احنا عنا ثقافة من اصله ولا ليه معناها بخلي بثقافة العمل. اما بقى انا الحقيقة كي بديت الحكاية متاع بريبري كانت الديسيزيون متاع تيام يزي معناها ما يلزمنيش ناقف، وفما حاجات انا نمن بها وندافع عليها خليني انا نجربها، معناها خليني نخوضها التجربة والمغامرة والعركة اللي حالتها والحرب اللي حالتها هذه الكل خليني نخوضها. بالوقت كان فما برشا ساعة تخويف متاعها وقرايتك والكونكور متاعك وانتي قارية قانون وماشية في الاخر للخياطة، الوغ كو الحكاية مهيش متاع خياطة ولا حكاية متاع باركور كامل معناها ومتاع غرام ومتاع متاع نتاع فما برش حاجات دافع عليهم. فما عاد ديجا مريم مش نقص عليك، ديجا كي يقول لك ماشي من القانون الخياطه ديجا بدنا ندخلوا في ثقافه العمل اللي ديجا فما تقليل Justement. من شان الخياطه في المجتمع. هو راهو مش تقليل من هو فما احنا نعانيو من التمييز بين كل شيء بين طبقات المجتمع في كل انواع. صحيح. كان مش نحكيو على ريف مدينه، كان نحكيو على مراه راجل، كان نحكيو على مهنة مقارنة بمهنة أخرى. احنا كقرينا في كلية حقوق ونتذكرها بالبيع، فما أستاذ معناها قام وقال ولد المحامي يولي محامي، ولد النجار عمره ما يكون محامي، معناها ما أكثرش من هكا. دونك هذا ما نسميه الأستاذ شكون؟ لا مقصود قاعدة معروفة الحشومة أما معروفة الحال في كلية حقوق بسفاقس. دونك ولا هذا عايشين عليه ومتربين عليه. تبقى هنا ليه؟ بالنسبة ليه فما مغامرة، فما حاجة نحب نوصل لها، نحب نفهمها. دونك شديد صحيح باش نكمل فيها. اليوم بعد 7 سنين من اللي بديت بريبري ليام تجري كبرنا بارك الله. دونك نقول اي ما اخترت ثنية صحيحة سانسيرمون. فينالمون قرايتي في القانون هو خبرة مكتسبة، معناها قاعدة نكتسب في خبرات ومهارات أخرى بخلاف المجال اللي نخدم فيه توا، نستحق له ونلقاه في أي خدمة وفي أي نهار من حياتي وفي كل يوم، معناها مستحقة أنا للقانون باش يكون معايا في أي تصرف نتصرف، وبالطبيعة نحكي على تصرفات قانونية. أنا ظهر لي نهار هكا رجع لي شغف القانون واللي هو مازال موجود لمحال نحب نعدي كونكور تو نعدي. دونك بالنسبة لي أنا ما أي نجم نمشي فيهم الزوز أون باراليل، وين المشكل معناها في أني عندي غرام بحاجة نعملها وعندي قراية أخرى ما عندهاش علاقة بالخدمة هذيك معناها. بون يظهر لي أنا تونسي يخدم أما وقت اللي يتلز. كي نشوفوا بار اكزومبل قبل ما نخرجوا نشوفوا التجارب في العالم، التوانسه اللي يخرجوا لبرا كيفاش وغيره، التوانسه اللي في تونس فما فرق كبير مثلا اللي يخدموا في البريفي واللي يخدموا في الاتاتيك. تلقى اللي يخدموا في البريفي بلوز موان فما المينيموم هكا السميك نتاع 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 الروندمون، معناها بالضغط نتاع العروفات وغيره باللي كونديسيون يلزموا يحقق الارباح الفلانيه ويلزموا يعمل المردوديه الفلانيه. دونك يخدم في الوظيفة العمومية مالوريزمون تكرست عندك ثقافة نتاع المسمار في حيط نتاع وكان شهريتي ماشي وكسس ونخدم ولا ما نخدمش. مريم تعمل في جريماس نتاع فاهم انا مريم مش موافقة نعرف 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 تعمل في جريماس نتاع باش تحكي لي على حقوق العاملين وغيره، راه ومع كامل احترامنا لحقوق العاملين بالضبط. اما زادة ما ننكروش انه في الوظيفة العمومية ولات سيدة الفكرة نتاع انه دونك انا الشهرية نتاعي تمشي الخدمة تتخدم ولا ما تتخدمش، وإذا نجمو نحكيو زادا المسؤولية مشتركة جزء منه ربما العباد استنست بالعقلية هذه
وجزء منهم الميكانيزم نتاع التشغيل في الوظيفه العموميه اللي هو معناها لا فيه لا موتيفاسيون لا فيه لا ريكونيسانس لا فيه حتى شيء معناها ويسم كانها قاعده تتبدل العقليه هذه ما نعرفش كي نراها تويكا في لي جون ما عادش برشا نتاع يحبوا يخدموا خدمة المسمار في حيط الحاجتين دجا الدولة مش قاعدة تنتدب في الوظيفة العمومية هذه حاجة الأولى حاجة الثانية ما عادش تخلص الوظيفة العمومية دونك توا في تونس يبهر لي العبد الكل تلوج في القطاع الخاص ولا المشاريع الخاصة بها أكثر هو اوريزمون بو ما نعرفش انا معناتها ديفياسيون اللي صارت هذيا على خاطر لي جون هما يحبوا ينتصبوا في القطاع الخاص ويحلوا لي بروجي نتاعهم لي ستارت اب والكل والا جوست على خاطر كما قلت انت الدوله ما عادش تنتدب الحقيقه ما عنديش انا مراش لهذا لهذا الحقيقه أي؟ هو كان باش نحكيو ساعه نبداو بالقطاع الخاص والقطاع العام الانسان تلما يحس في روحه في وضعيه متاع هرسله وضعية متاع انتهاك عرفت احنا الوضعية كانت تذكروا كنا صغارك الليماج متاع البهيم اللي بش يجري يحطوا له كعبس في النار يا قدامه هكا بصنارة ويبدأ يجري وراء احنا هكي كنعيشوا فيه نهار كي من الجراوة على خاطر هيك الشهرية اللي وراك عائلة اللي وراك اللي زنجاجمان متاعك اللي وراك احلامك وطموحاتك اللي تحب تحققها وكل واحد وشنية احلامه معناها فينا الماء وشنو يحب يحقق وشنو يحب يقدم الروح بار كونتر تلقى وراك معناها انت ساعة تنتج وتخدم وتكلت على ايامك وقاعد تخلص اقل برشا من اللي تخدم فيه فهسي توتا فينا رمال العبيد تقولك يا خويا انا اخطاني نخدم أبخوفي دو كي معناها للسيد اللي باش يربح اكثر على ظهري ما نمشي انا القطاع العام نجيو للقطاع العام المشكلة وين انا اللي نشوفه المساله مرتبطه بسياسات دوله كامله سياسات اقتصاديه سياسات اجتماعيه وسياسات ثقافيه وتربويه احنا ثقافه العمل وثقافه محبه البلاد في حد ذاتها ومحبه اللي تعمل فيها لك انت كي تخدم في قطاع التعليم مش خاطرك باش تاخذ شهريه وكهو خاطرك انت باش تربي اجيال باش تقدم ببلادك فهذا الكل ما تعلمناهوش وما تربيناش عليه حبوا ولا نكروا سياسات البلاد كلها ماشيه للحضيض معناها احنا كان نرجعوا من 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 جينيراسيون تاعي انا معناها اوموا واحنا جايين راهو شيء عمال يتيح لتالي عمال نهبطوا لوطه معناها بخلاف اتعس من هذا الكل الوضعيه النفسيه اللي يخلط لها العامل والعامله في اي مجال نحكيوا احنا على استاذ ناخذوا مثال أستاذ يعدي 8 ساعات عمل على الأقل هذا يوميا نفس الكلام يعود فيه مع 40 تلميذ مع 40 تلميذ كل ساعة أو كل ساعتين تخيل معناه نفس الكلام يتعاود يا دين راهو راديو كاسيت ولا معناه هو ما يوصل فترة معينة من عمره أو من الخدمة اللي خدمها أولا ولا ماكينة وثانيا ما عادش يحس هو بروحه اللي هو انسان ما عادش يحس بانسانيته وسط البلاد معناه شنو هو اللي باش يقدمه فانا راه من الطبيعي انه نخلطوا للمراحل هذه نتاع نلوجوا على مسمار في حيط يا خويا اختاني انا وكفى المؤمنين شر القتال شنو لازم انا البلاد تتطور ولا تقعد فما التيرناتيف اخرى مريم اللي انت ديجا مشيت فيها اللي هي انك تبعث المشروع نتاعك واللي يظهر لي اكثر اللي جون توا اللي بيفكروا فيها لكن هذا زاد يطيحنا في مشكله اوكي احنا نحبوا نمشيو للالتيرناتيف ونعملوا مشاريعنا واحلامنا خاصه جينيراسيون هذيا ولي جون وجينيراسيون اللي بعدي راه ما نحكيش على روحي انا احنا خوافه شويه انا بيدي خفت ومتاع نقدم ونوخر هاو لازمك تسجل في لينور بي هاو لازمك تعمل ماركه ما صارتش هاو لازمك اوراق كنت اوراق وارجع غدوه كيفاش التسويق زيدا كان اصعب في وقتك انت كيفاش توصل الماركتينغ راك تحارب في جيوش معناها مدجة بالفلوس وبالاستراتيجي دو كوم نتاعهم الكل انت باش داخل حد شيء وتبقى روحك تنتج في منتوج مهم برشا في البلاد وما نحكيش كان على خدمتي نحكي حتى على الناس اللي تقدم في الانتاجات في المجال الرقمي قاعدة وخدمتهم تتفك وتتسرق من شكون من وحوش متاع رأس مالية احنا اليوم كان نحكيه خلينا نكون واضحين نحكي على مجالي انا كبديت نخدم في الارتزانة ونحاول اني نعطيها روح جديدة من منظوري انا فجأة نلقى الناس كل تخدم فيه والله كان جا حد الحرفيين والحرفيات هذاك الطبيعي وانا هذاك هوني نلوج عليه نحب
نحلم نهار انه الحرف ترجع كما كانت هي معناها عنصر اساسي من عناصر الاقتصاد في البلاد. لكن جينا نلقى ماركات كبيره جماعه عندهم معامل بعض المشاهير زاد جوستمون المشاهير الاتعس من هذا. نحكيوا على ناس عندهم معامل ومش حتى معامل يخدموا في سوتريتونس في تركيا. معناها يهز لك تصويره راهو بالرسمي. انا صارت لي معامل نخدم معاها ونتعامل معاها في معناها في انتاجات معينه في حاجه يمشي ولهم يعطيهم تصاور خدمتي نحبك هكا معناها اللي قالوا لهم راهي الخدمه هذه نتاع فلانة الفلانيه وراهي معناها عندنا معاها ان انجاجمون مورال ترفض انها خدمتها تتسرق معناها كاريمو. وصلوا يمشيو لتركيا باش يهزوا. فهذا الكل يخلي لي جون سامحني طولت شويه اما قاعده نلول معناها نحب نفكك معاكم مساله انه علاش الشاب التونسي والشابه التونسيه يحبوا يعملوا مشاريعهم وفي نفس الوقت يخافوا يهربوا للمسمار في حيط رغم انه فما برشا مشاريع انوفونت اليوم لكن زاد في نفس الوقت راهو قاعدين يعانيوا في برشا عراقيل الشيء اللي خليهم قاعدين يهربوا برا من تونس. برشا مريم اللي كنت تحكي فيه مريم حكيت على البيروقراطيه معناها نتاع الاداره والنوربي وجو هذاك الكل. فما زاد المشكله نتاع التمويل برشا دي جون يحبوا يحلوا لي ستارت اب نتاعهم ما يلقاوش فما تسهيلات لا من البنوك لا من غيره ديما يلقاو الصعوبه هذيا. حتى القوانين عملنا القانون احنا مريم ديرنييرمون نتاع ستارت اب اكت هذاك اللي سوبوزي باش يسهل العمليه نتاع انه الناس يدخلوا برشا مشاكل لازم عندهم برشا فلوس سوبوزي باش يسهل مالوريزمون ما سهلش. مريم زاد حكيت على بروبليم كبيره اللي هي ليكونومي دورونت تلقى في كل دومين تلقى زوز ثلاثه معناتها مصنعين كبار وزوز ثلاثه عائلات كبار اللي هم مهيمنين على الدومين هذاكم بالضبط. واللي واللي يخلي بالحق باش تدخل للمارشي وتنافس راهو حاجه مش صعيبه وانا ما مستحيله وشبه مستحيله معناها ما كما قالت مريم معناها توا يمكن سهلت شويه على لي جون نتاع توا في الوقت هذا لقاو كما نقولوا دخلات اخرى حتى التونسي ما قدرت الشراء نتاعو معناها توا يمكن يمشي اكثر ام تي جون هكا كرياتور يعمل في حاجه وحده كو يمشي يشريها من معاك في هذه. اما انا علاش قلت لك باقي مانيش موافقه بالنسبه للشباب توا الجينيراسيون اللي قاعده تعارك وتحارب باش تعمل مشاريعها الخاصه خاطرهم جيل تربى على الحريه تربيش على الخوف صحيح تربى انه يغامر معناها جيل شاف التغيرات جميع انواع التغيرات عاشها في 10 سنين مش يخاف باش يغامر باش يعمل مشروعه الخاص او يحقق الفكره ويحقق الحلم نتاعو ما نتصورش. فانا هذا راه يرجع زاده للايمان بالحريه معناها اللي عشنا عليه خاطر انا جيلي مثلا تربينا على برشا خوف وتربينا على برشا قمع وتربينا على برشا ديكتاتوريه حتى ابويه معناها اللي يصير في عائلتنا نتاع انا بوك انا نفهم خير منك. اليوم ليه معناها راهو صغير يخرج للشارع يشوف مظاهرة وعركة ومشاكل وكل بعد يرجع ويقرأ ويتبع لو ديجيتال متاح ليهم الكل معناها عارف شنو صاير في الدنيا الكل. وقت يرجع لعائلته ولا الانتوراج اللي يمارس عليه نوع من السلطة قاعد يعارك ليه أنا قريت وشفت وعملت وراه هذه غلطة وقاعد يناقش. فالشي هذا أنا راه من بين الأسباب المهمة اللي مخليه لي جون قاعدين يقدموا. نعطيكم مثال بسيط معناه الحق واللي هذا ريتو في سامحني جوست مثال وباش ونقص بريتو في مناظره الشبيبه اللي قاعده تمشي كلها اليوم تخرج في الحلقات مع مناظره وتتجرأ وتحكي وتستي روحها وتغلط وتتيح والكل قبل ما كانش عندنا كنا نخافوا برشا. مش سهل انك تخرج انت لوسيلة اعلام في عمر صغير الاج دو 19 ولا 20 ويحكي ويهتي في رايه ويعرف مش سهل حاول مسؤول بالرسمي مش سهل. فهذا الكل راهو يعطي ان كود ماتي. انا ساعات نغزل الصغيرات مقارنة بعمري نحشم على روحي نقول انا خفت من الحكاية الفلانية وانا ما ناقشتش الوزير الفلاني اسقط ماما ولا الشخص الفلاني وقت لي هذا شوف الصغير هذا تبارك الله عليه شنو عطى. فكي راهم بالحق نحشم. مرسي مريم مرسي خاطر انا زاد ولد مناظره وشاركت في زعما شفتك حتى انا كيفاش فرحتك عليك وقلوب قلوب غير ما نحكيو على السوجي اللي شاركت فيه ثم بعد نرجعوا له بعد البودكاست. هزتنا مريم زاد الاكس اخر ياسر مهم
انه الجيل قالت انه الجيل الجديد معناها ولت عنده ثقافه الحريه مع بعض التنسيب مريم تو بعد نحكيوا فيه على الجزده. اما لهنا السؤال اللي يجي لمخي هو هل انه قاعدين كسوسوا الدوله ولا غيرها قاعدين انهم يهيئوا في لي جون في الجامعات وغيرهم حتى لي جون اللي يخرجوا معناتها من الجامعات يهيئوا فيهم باش يلقاو باش يصير كالادابتاسيون مع سوق الشغل باش يلقاو رواحهم في سوق الشغل زرعت فيهم ثقافه العمل انهم حتى كان ما لقاوش خدمه في الوظيفه العموميه ولا في القطاع الخاص يلزم يلقى الالتيرناتيف كان ما لقاش الالتيرناتيف يخدم حتى اي حاجه اخرى حتى كان مش في الدومين نتاعو المهم يبقاش قاعد في الدار ما نعرفش رايك انت ذكرت برشا نقاط تويكا نجمو نحكيو فيهم وسيم نبدا بالنقطه الاولى نتاع هل الشيء بصفه عامه والا الطالب بصفه خاصه يتهيئ انه يولي نهار اخر يخدم على روحه. انا باش نبداها بقبل شويه ديجا قبل ما نوصلوا وهو ديجا جون احنا ملي صغار يظهر لي ما تربيناش انه نخدموا مثلا انه اون باراليل انت تقرا وتكون تخدم معناها الاستقلاليه الماديه ما نخمو فيها كان بعد ما في عمر معين ولا بعد ما تكمل القرايه ما عندناش برشا الحريه اللي حكيت عليها مريم هكا تربينا معناها بالحق ما تلقاش برشا حتى اللي تلقاه يعمل في دي بتي بولو راهو يمكن ملجوز شويه انه يوفر فلوس للقرايه نتاعو ولا حاجه. دونك كي نحكيو بصفه عامه ما عندناش ياسر ثقافه العمل واحنا صغار وهذه نجم نقارنوها بالبقيه الدول معناها في العالم اللي بالعكس معناها ياخذ الاستقلاليه نتاعهم ملي هما صغار. نرجع لك لتهيئه الطالب والا الشاب لسوق الشغل الحقيقه ما نعممش اما ما نراهيش موجوده زي الحاجه هذيا ما نعرفش انا معناها ترى لي في لي فاكولتي مثلا نقراو برشا تيوريك اوكو البراتيك ما فماش برشا. باش ناخذ ليكزامبل نتاع قرايتي انا نقرا اركيتكتور دونك مثلا احنا ما فما حتى عام علينا عندي 5 سنين تويكا هزتنا الفاكولتي الانشونتي رينا حاجه في الدنيا معناها كيفاش كل شيء قرينا تيوريك معناها كان عملت ستاج وحدك هكا تجم متراسي نا انت في التعلم نتاعك ما تلقاش الحاجه هذه ما عرفش انت وسيم كيفاش نفس الوضعيه تقريبا عاد في بالي تحكي على الانسات رانا نفس الوضعيه معناها تقرا معناها سيكل انجينيور في فاك سوبوزي تقري في تعمل بريبا انتيغري معناها نورمالمون حابه تخرج على النمطيه نتاع البريبا العاديه اللي هي في تيوريك هذه سوبوزي باش تقري براتيك بالحق ما تعملك حتى فيزيت اندستريال تلقى روحك من بعد اذا كان انت عملت لي ستاج اوكي كان ما عملتش لي ستاج باش تلقى روحك من الورقه والستيلو قدام عالم كبير نتاع اندستري بالحق لازمك تبقى تحارب ونحكيت حتى مع اللي تخرجوا معناتها من الانسات القدم يقول لك مالغري لي الفورماسيون باه تيوريك كل شيء ما بالحق تلقى روحك تعوم في بحرك وحدك وانت عاده وجوه كانت قديت روحك فبي هيك انت ما قديتش روحك. مريم تنجم تجاوبنا على حاجه اللي هي بين قبل الجيل القديم والجيل الجديد اسكو فما فرق في تكريس ثقافه العمل معناها قبل كانوا مثلا يعلموكم تخدموا في الصيف وتوا ما عادش والا نحكي فيها الحكايه. اما والله لهنا المساله ماهيش مرتبطه بالاجيال قد ما هي مرتبطه بلي فيكو اللي انت تعيشهم معناها وعائلتك والمحيط اللي انت تسكن فيه واحتياجاتك. انا نتصور اليوم بالذات لي جون وحتى التلامذه راهم مستحقين باش يعاركوا ويخدموا ليل ونهار وفي الصيف ويتحرموا من كل شيء باش ينجموا يدخلوا فرنك ويعاونوا رواحهم في القرايه بما انه التعليم بالاسم عمومي اليوم في تونس وبالاسم مجاني. صحيح. دونك مقارنة بقبل انا قاعده نشوف في برشا قاعدين يزيدوا معناها ويحبوا يخدموا في كل وقت وكل شيء. انا الحقيقه قبل ما نبدا في بريبري وقبل كل شيء يمت كنت تلميذه وطالبه كنت عندي نصبه في سوق الخرده راهو معناها دونك وكنت مجبره اني ندخل المجال والمكان هذاك اللي هو مكان تعيس جدا بالنسبه لي عمل لي نقله نوعيه حتى في شخصيتي. فأنا نعتبر الحقيقة الخدمة في عمر معين لينا نحن حاجة ضرورية برشا وحاجة مهمة لتكوين شخصيتنا وحاجة مهمة زادة التكريس ثقافة العمل عنا احنا صوفكم ان شاء الله منجيوش منخلطوش المرحلة متاع ثقافة الاضطهاد اللي راضيين بالموجود المهم نخدم معناها متاع نخدم باش ناكل ونشرب ونرقد وهذاك غلط مالورزمو موجودة موجودة خاطر تتكرس بالوقت فما في بعض اللي دومين معناتها الموجودين كما في الفلاحة وغيره بالحق الناس يسرتو نساء مالورزمو يلقاروا واحد مجبرين انهم يخدموا ما عندهمش حل. هذاك يرجع الكل تعرف انا راه يرجع البارشة مسائل احنا عنا ساعة ترسينا من القوانين اللي تدافع على حقوق العمال والعاملات والنساء و
وفما حد شيء على أرض الواقع. علاش؟ خاطر احنا كي نجيو نصحو كونفنسيون مع دولة أخرى وإلا نجيبوا مستثمر أجنبي يعمل الكيف هكا باش يدخل لنا برشا فلوس، ما نفرضوش عليه حقوق العاملات والعمال متاعنا، ما نفرضوش عليه إنه ما يستعملش مواد كيميائية تضر بصحتهم، ما نفرضوش عليه إنه ما يتيحش على سلير معين. خاصة جيت تقول له احنا راهو هاكا اليد العامله رخيصه تنجم تخلصهم 400,000 وسميغو ما نعرف شنو. الوغ كو انا كي نجي نشوف شنو المواد اللي يستعملها وفي شنو هي الكوارث الصحيه اللي تنجم تتسبب والمجهودات تتخلص من يا بابا الله 10 سوايع في الخدمه شاقه 10 سوايع ومواد كيميائيه مضره بالصحه واستنزاف للماء. اليوم اللي نعانيو فيه زاده استنزاف كبير للماء وماشيين للعطش وفئه كبيره من الناس في وضعيه هشه جدا، وضعيه اجتماعيه خايبه برشا، لا اقتصاديا قادين لواحهم ولا اجتماعيا قادين لواحهم. فعنا هذاك وعنا زاده مجال الفلاحه تبارك الله، معناها اللي هما مستثمرين في قطاع الفلاحه مش فلاحين، بالنسبه ليهم قديش يدخلوا فلوس من الاجساد هذيك ومن الموارد البشريه هذيك، ما يقلقهمش هما قديش يخدموا قديش يخلصوا، يهزها في كاميونه على كاريتا. المهم برشا مشاهد خايبه، المهم ما تحطش يدها على المنتوج هو هذيك. اذا كان القطاع العام ديجا فيه مشكله في احترام العامل يظهر لي ديجا نبداو من غاديك باش نوصل ما هو زاد الدوله ماشيه في التخلي بالنسبه ليها. توا احنا كي نرجع اليوم نشوفوا شنو بلادنا شنو اللي شدته بين يديها، كان قطاع الخدمات، والخدمات قاعده ماشيه وتسايب فيه، معناها كل مره تحب تبيع شركه وطنيه هذه غلط صحيح. وقت اللي انت ما تشدش بقطاعات معينه تحت يدك وتتحكم في المونوبول نتاعها وتسيبه هكاك وتمشي في راس ملت كل القطاعات، بيع وسايب بيع وسايب غير اخطا راسي واضرب، لان الناس كلها قاعده تتملص من المسؤوليه. دونك ريالمون المردوديه في القطاع العام اللي ديما نتشكاو منها، حتى كي ناخذوا ليكزامبل نتاع الاداره التونسيه ما نجموش برشا ناخذوها هكاك مسلمه، خاطر شويه كيما نقولوا الحلقه مرتبطه ببعضها شويه من حنا وشويه مرتبطه اكزاكتومون هذيك هي معناها. حتى معناها هو بيدو الموظف اللي يدخل يخدم في القطاع العام بصفه عامه التعلم نتاعو يوفى فم، معناها فماش لا دي فورماسيون لا يعاود يخلط على هو توا شنو موجود في القطاع نتاعو. دونك اون ديغي حاطين عبد في بيرو انت من تعريف بالامضه، انت يجبد لك زمان الكريدي هذاك نتاع عام 70 ويقول لك صح سامحني بالرسمي يحكيو معناها باش يجي بعد يرس على تدخل رشيق. ايوه المخرج المجهول السيد المخرج حاب يدخل بربي. حبيت نرجع تعليق على بوان تاع وقت حكيتوا على الفاكولتي وخي مخرج وتعلق يسر علينا هكا. لا والله قعدت في قلبي اقسم بالله لازم نقولها. تفضل مهدي. ماني عاد قريت في معهد صحافه والاخبار ونحن في الصحافه اي به يدخل في الموضوع يديك ربي. عام 2015 عام 2015 ولا 16 اقسم بالله والله العباد تصور باللي درون وعباد تصور فول هاج دي وكل شيء تعرف. انا استنيت فيليبسين ونعملوا المونتاج على ناخذوا كالفيلم تاع نقصوا فيه لاصق بسكوت هذاك شنو ناقص ان توكا دي كاميرا تسمعهم يحكيوا 70 مليون ما يعلمك الباز ما يديهم بعد تجم تخلط باز ترويزيام اني باز كان باز. تحيه للي قاعدين يقراو في ليبسي ومازالوا غادي والله ليه هو باختور باختور يمكن راه مش منهم برشا مهدي زاد يمكن هما بيدهم ما كانوش مهيئين انهم يقريكم الحاجه هذيك معنا يمكن مش غلطه البروف غلطه السيستم كامل. شوف فما اضافه بخلاف السيستم فما هنا فما عقد نتاع سلطه جيل الكليه والا المؤسسه عموميه عندهم اكداس من الماتيريال راهو متوفر وعندهم كل شيء موجود. اما فما شخص سي المدير هكا ظهرت له يحب يمارس السلطه نتاعو هكا بمزاج وقال له مانيش باش نعطيكم اليوم ويخليهم هكاك الطلبه ناقصين خدمه ناقصين خبره ماهمش فاهمين الشيء اللي قراوه كيفاش يشكلوه ويجسدوه على ارض الواقع. راهو فما كليات اليوم في تونس تقارن بين زوز كليات يقراو في نفس الماتير ويقراو في نفس البرانش ونفس كل شيء تجي خليني نقولها معناها فهم انا مش نقارن بين دو فاكولتي دو بوزار مانيش باش نسمي اما شفت هذو ما شفت هذو هذم الطلبه نتاع الاوديو فيزويل كل عام خارجين زوز افلام خاطر المدير مسايب لهم مش ماتريال موفر لهم مينيبوس وماتريال يهبط لهم بالليسته حاضره معناها كيفاش بالليسته شكون اليوم مش يخرج هو اللي باش يصور الفيلم نتاعو ويجي يهز معاه ليكيب اصحابه الطلبه وكل وهذم محبين بالماتريال وما عندهم حد شيء معناها في فاك اخرى نشوف فيهم ما يعرفوش معناها انتاج فيلم ولا كتابه سيناريو ولا جمله
خاطر عنده مكدس ماتريال وسي مدير الانستيتو ظهر له باش يمارس السلطه نتاعو. زاد لهنا البيروقراطيه في ممارسه السلطه اللي يلقى روحه عنده شويه جرام سلطه يلوج على الحلقه الاضعف اللي يمارسها عليه، واذا قاعد يتمارس على الطلبه شيء نخليهم يخرجوا مبهمين مع الدنيا ما فاهمين حد شيء. وانا المهم ان نحكي عليهم الطلبه اللي قاعدين يخرجوا لبرا، معناها وي 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 خاطر ولا بالحق ولا يظهر لي اكثر بديل توا، لا قطاع عام لا خاص لا سدات لغير كلها تخرج. ولا فما حاجات ضحك الناس تلوم عليهم وتعارك نهار كامل، ما تحبوش بلادكم وما وينها الوطني. سامحني انت وينها وطنيتك باش تدافع وقت اللي لازمك تدافع على القطاع العمومي؟ وينها وطنيتك وقت اللي لازمك تدافع على الصحه العموميه؟ وينها وطنيتك وقت اللي لازمك تدافع على التعليم وغيره وغيره؟ صايب خليهم يسرحوا يشوفوا دنيتهم، ما عندهمش حل فينالمون. بهي يظهر لي عدينا برشا ايجابيات وزاد برشا سلبيات في النهار اليوم. باش نعديو السلبيات، اي باش ناخذوها بحاجه ايجابيه. احنا في في وضعيه التفكيك، اي تشخيص السلبيات، اي قاعدين نفككوا في المساله مع بعضنا. صحيح، وحكينا برشا على الخدمه في خارج مجال اختصاصك نتاع القرايه، حكينا اللي ينجم يكون باللز لكن زاد ينجم يكون بارشوا كيما ليكزامبل نتاع مريم بريبري اللي حضرت معنا اليوم. دونك هي بالحق قصه نجاح، عملت مشروعها وحدها. دونك اي واحد نجم يسمع فينا توا ينجم يقتدي بالمثال هذايا. هو يقتدي تحسها نتاعي انا راني تسمعوهاش يا جماعه، انا انسانه ما عنديش قدوه وما نمنش بالقدوه في حياتي. امنوا بروحكم هكا، هاو الانسان اللي عنده ثقه في روحه ويامن بروحه متاكده انه ينجم يقدم بروحه برشا. والدليل كيما حكيت بكري اللي شفته مع لي جون في مناظره. اما مهمين مريم لي زيكزامبل باش يبعثوا فينا شويه امل هكا، خاطر ساعات يطغى عليك البيسيميزم دونك تخمم انك تسافر ولا انك. اما انا كي نشوفوا التجارب ناجحه بالحق تبعث فينا شويه امل اننا نبقاو في بلادنا وان نخمموا في حلول نتاع ان نخدموا وننجو الثروه ونفيدوا بلادنا ونفيدوا رواحنا. انا بدي نحب نرجعها الكلمه نتاع اون بو سانسبيري من مشروع مريم والباركور نتاعها. بالحق معناها بدلت راهي خدمتها الكل بارشوا، مع هي قرات وحبت تعمل مشروع نتاعها وما تخليهش في قلبها كيما نقولوها. دونك بالحق تبعوا حكايه مريم والماركه نتاع مريم، اذا نجموا نلقاوها كيما قلت لنا على الباج فيسبوك بريبري بريبري كاها مش مريم بريبري. مريم بريبري وحده ضاربه تعمل في المشاكل هكا كاملوا في العرق. دونك صايب عليكم فوالا بريبري وكهو الباج فيسبوك. جيسبر بيان كو حاولت اني نفكك معاكم مساله ثقافه العمل من منظوري انا الحقيقه. تو الاخر عندنا ثقافه عمل ولا خنخدموا في صفيصه؟ والله تحب الحقيقه انا نقول عنا مخاطر نحب ولا نكره، فما ناس قاعده تحارب وقاعده تعارك. راهو الانسان اللي يمشي من الاول يخدم راهو يمشي يحب يخدم ويحب ينتج الكل، لكن قدام الشيء اللي يشوفه والسياسات اللي تتمارس عليه والسلطه اللي تتمارس عليه الكل باش يفد. يا اخي انا راني قبل كل شيء فديت وهربت من مهن اخرى خدمتها، معناها خدمت قديش من حاجه باش خلطت لمرحله بريبري وفهمت اللي لازمني انا نعمل منتوجي الخاص وفكرتي والكل باش ننجم نعيش مرتاحه كيما نحب انا. واضح مريم وانت وسيم. انا نقول اللي ما نجموش نحكموا نقولوا اسكو في المطلق ما ناسكو عندنا ثقافه عمل ولا لا، نقول اللي فما 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 زوز، فما ناس اللي ربما الميكانيزمات نتاع الدوله هي اللي عطلتهم ما خلتهمش ينجوا، وفما زاده ناس اللي يتحملوا هما المسؤوليه معناها ما عندهمش ثقافه عمل. على خاطر كي نشوفوا تجارب ناجحه كيما تجربه مريم نقولوا اللي ملقي اللي فما معناتها الميكانيزم هذا ما اللي عطلو ديما فما ديزالتيرناتيف وديما نجمو ننجحو مالجري كل شيء. انا بيدي ننسب الحكايه الكل ما نجموش نحكموا عنا ولا معناش تقعد حكايه مربوطه بكل شخص باش تعدى شنو الفيكو نتاعو وكل شيء. دونك بالحق كل واحد برشا عباد قاعده تحاول تويكا وان شاء الله ديما تحاولوا ونراوكم تخدموا كيما انتما تحبوا. يعطيكم الصحة اللي سمعتونا اليوم في البودكاست السابع من بودكاست أمور تهمنا، وإن شاء الله عندكم موعد شهر الجاي في بودكاست جديد وموضوع جديد.